السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو اللي نتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم نلقاكم بأحسن الأحوال نتوما وعائلتكم والناس اللي كتبغيو كاملين. مرحبا بكم، مرحبا بكم تعرفوا على الوجه الآخر الأستاذة بشرى. إذا اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنبارطاجي معكم واحد لاغوسيت، واحد الوصفة من الكوزينة إن شاء الله الرحمن الرحيم. كيف ما شفتوا في العنوان، يعني هو الكالامار معمر بالروز، الوصفة اللي كتجي بنينة بزاف، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معكم. إذا كيف ما كتشوفوا كنحتاجوا الكالامار، الكالمار اللي يكون فاين ما يكونش مفتوح، يعني يكون عام كله هكا ما يكونش مفتوح ولا مفلوح. كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندي 5 ديال الحبات ديال الكالمار كبار. كنحتاجوا واحد البصيله مشلضه رقيقه، كنحتاجوا الروز اللي كيكون مصلوح، كنحتاجوا كذلك شويه ديال الكالمار مقطع وشويه ديال الكروفيت مقطع على حسب المتوفر، وكنحتاجوا كذلك الربيع وتويمه والفلفله حمراء مقطعه. المهم الفلفله حمراء ما كايناش الحمراء، ممكن ديروا خضراء ولا صفراء، المهم كيبقى على حسب المتوفر. اذا غنبداو على بركه الله الوصفه ديال اليوم. غنحتاجوا كذلك لاصوص، لاصوص راه عندي على يعني على البوطه كطيب، من بعد غنقول لكم شنو كنوجد فيها. لاصوص كتجي زوينه بزاف بحال لي صوص اللي تيكونوا في الريستوران ديال الحوت وداكشي. المهم لاصوص اللي غنعطيها لكم وغادي تعجبكم وغادي تجربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا نبداو على بركه الله في الطريقه ديال التحضير ديال الوصفه ديالنا. كيف ما شفتوا معايا عندنا هنا بصيله مقطعه، بصيله مويان ما كبيره ما صغيره، مقطعه مزيان. غنزيدوا عليها نحكوا عليها الثومه، ثومه واخا ديروا لها غير هكا راه ما كيمشيوش، راه القشر ديالها تيحيدوا فاسيلمون خصوصا اللي كانت عندكم في الفريغو. المهم غنحاول نحكها رقيقه، ولا ممكن انكم تستعملوا المعاسه ديال الثومه اللي تسمعتوا بها الثومه خلاص. المهم بهذه الطريقه هذه، يعني هنا ما تخافوش من القشور لان غيبقاو لكم كلهم في يديكم كما كتشوفوا. اذا غنصايبوا هاد الثومه ديالنا، غنزيدوا الربيع، فوالا الربيع يكون مقطع، انا ديجا عندي في الفريغو. المهم نحاول نديرو كامل، غنديرو شويه ديال العطريه وغنديرو هاد الشحر فوق البوطه مزيان. من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم عاد نزيدو عليها الفلفله وغنزيدو عليها هادشي هذا. اذا بالنسبه للعطريه شنو غنديرو؟ غنديرو معلقه ديال الملحه، ملحه على حسب الذوق ولا حسب الكونتيتي اللي عندكم، يعني كما كتعرفوا عين ميزانك. الا عندكم هنا شويه ديال العطريه ديال الحوت ممكن تستعملوها، صراحه انا ما متوفرش عندي. ونحط هنا واحد راس نص معلقه ديال الابزار، عندي واحد المعلقه ديال الفلفله حمراء، فوالا غنزيدو عليها شويه سكنجبير، انت عجبني مذاق ديال السكنجبير، هذا واحد نص معلقه، وغادي ندير نص معلقه ديال الخرقوم باش ما يجيش داكشي بحال. المهم هو خرقوم كيعطي المذاق، كيعطي حتى اللون كذلك. وغادي نزيدو شويه الزيت، الزيت عندكم الاختيار، بالنسبه للكمون على حسب يعني المذاق ممكن نزيدوه ممكن لا، انا كنفضل اني ما غنديروش هنايا. وغنزيدو شويه ديال الزيت، الزيت على حسب المتوفر عندكم، واش الزيت البلديه ولا الزيت الرومي ولا خلطوهم بجوج، قياس واحد 3 المعالق كبار. اذا كيف ما قلت لكم غنزيد الزيت وغنحط هادشي كله يتشحر. فوالا المعلقه الاولى، انا استعملت هنا فقط زيت البلديه، يعني زيت الزيتون كما تنقولوا، فوالا بهذا القياس هذا. وغنحطوها تشحر مزيان، من بعد غادي نزيدو عليها الفلفله والكروفيت والكالامار ديالنا. ومن بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم غنزيدو عليها الرز، منين يطيب هادشي هكا، منين طيب البصيله ديالنا والفلفله مع الكالامار والكروفيت عاد نزيدو عليها الرز. اذا هنا كيف ما كتشوفوا يعني منين بدات كطيح البصيله ديالنا، هنا الاشاره انا جاني بحال زيت قليل، زيت واحد شويه. غادي نزيدو هاد الفلفله الحمراء اللي عندنا مقطعه، نخليوها كذلك تشحر مع البصيله ديالنا. الوغ بالنسبه لاصوص كيف ما قلت لكم اللي ديجا على الكوكوط، شنو تنديرو؟ تناخدو مطيشه، يعني القياس اللي بغيتو. انا عندي هنا شويه ديال مطيشه سوغيز، صراحه سوغيز تتعطي لا كولور زوينه وحتى المذاق ديالها كيجي زوين. وكتاخذوا معها بصيله مقشره وتدير واحد الورقه سيدنا موسى ولا جوج، وكتحطوهم يغليو فوق البوطه حتى كطيب هاد المطيشه، حتى كتبقى القشره ديالها تتحيد بحال هاد الطريقه هذه. من بعد نخليوها تبرد شويه وغندوزوها في مولينيكس، ولا ممكن انكم تستعملوا الطحانه اليدويه ديال المطيشه. انا غنحطها في مولينيكس باش كتجي مدعوقه، بعد ملي تنطحنوها مزيان تنصفيوها، وعاد نوريكم يعني شنو ممكن غنزيد، شنو يعني البهارات اللي غنزيدو عليها. وغنردوها طيب واحد 10 دقائق ولا ما كاملاش، يعني وها هي لاصوص ديالنا واجده وبنينه بزاف.
كيف ما كتشوفوا من بعد ما طابت البصله ديالنا وفليفله، غنزيدوا عليها هاد الكالامار وهاد الكروفيت وغردوها كذلك تحمر واحد شويه. من بعد غادي نزيدوا عليها الرز ديالنا. هذه هي الحشوه ديالنا، يعني من بعد ما طابت نخليوها على جنب تبرد شويه وغندوزو نصايبو لاصوص اونصومبل. الاشاره الى عندكم يعني رز كلاصي من الاحسن ديروا الرز كلاصي، انا هذا عندي شويه مخلط يعني لان الرز العادي تيجي شويه تيتعجن، دونك من الاحسن ديروا الرز كلاصي. كيف ما كتشوفوا هذه هي لاصوص ديالنا يعني من بعد ما طحناها. دابا غنحاولوا نصفيوها، غردوها في نفس الطاوه يعني باش ما نوسخوش بزاف، نفس الطاوه اللي طيبناها فيها. يعني بغيتوا تصفيوها الا كنتوا طحنتوها بقشورها صفيوها، حيدتوا لها القشره وطحنتوها ما تحتاجش انها تصفى. المهم لي الاشاره، انا زدت فيها قبل ما نطحنها 4 ديال الفصوص ديال الثومه، ما طيبتهمش معاها، خليتهم هكاك خضرين. اذا هنا غندوز غنصفيها في نفس الكوكوط. انا عندي الكوكوط صغيره مقارنه مع الصفايه، نستعمل معلقة باش غيبقاو فقط داك الشوائب اللي من الفوق. فوالا، نبدا نكمل بهاد الطريقة حتى غنسالي الكونتيتي اللي عندي كامل. كيف ما كتشوفوا هادي هي لاصوص ديالنا. دابا غندوزو للتتبيلة. اذا غنديرو هنا عندي نص كاس ديال الزيت مخلط بلدية ورومية. فوالا، عندي واحد جوج معالق ديال الربع، جوج معالق كبار، غادي نديرو نص معلقة ديال الابزار، فلفلة حمراء معلقة كبيرة، غادي نديرو شوية ديال الكمون، لاصوص كتبغي الكمون واحد نص معلقه، سكنجبير واحد نص معلقه كذلك. هنا الاضافه اللي غنزيد نص معلقه ديال زريعه ديال القزبر مطحونه، زريعه القزبر مطحونه غندير منها نص معلقه، كتعطي واحد المذاق رائع. هنا ممكن كذلك غنزيد الهريسه وغنزيد معلقه ديال مطيشه د الحك. الهريسه كتبقى اختياريه ومطيشه د الحك ضروري باش كتزيد تخترها. كما قلت لكم غنزيد مطيشه د الحك قياس واحد المعلقه ونص كبيره، وغنزيد شويه د الهريسه. انا عندي هريسه خضراء على حسب يعني الاختيار ديالكم، على حسب واش كتبغيو الحرور بزايد ولا لا. اذا غنخليها طيب، ردها طيب بيد ما عمرت الكالامار ديالي. الاثناء راني درت لاصوص طيب، نسيت ما قلت لكمش الملحه، ما تنساوش الملحه. غندوز نعمر الكالامار ديالي على ما طابت لاصوص وندوزو على الطريقه كيفاش غنديروه في الفرن. اذا بعد ما عمرنا الكالامار ديالنا بهذا الشكل، دابا غندوزو باش ندخلوه للفرن. لاصوص ديالنا من بعد ما طابت كنخليوها شويه جاريه لان مازال غطيب في الفرن. كيف ما كتشوفوا يعني شويه جاريه. هاد لاصوص هادي راه ممكن تستعملوها مع لي بات، تستعملوها مع البيتزا، ولكن خلوها تزيد تعقد. اذا غندير شويه هكا وغنرطب هذاك الكالامار ديالنا. انا للاسف الشديد عندي لاطا صغيره ما غاديش تكفيني، غنضطر اني ندير جوج. نديرو هادي هنا طريقة، نضطر اني ندير جوج لاطات هنا بهذه الطريقة، وهادي هنايا قلت لكم هادي ما كفاتنيش، كون كانت كارية كانت غيجيو حسن. يعني بهذه الطريقة هادي. بالنسبة للأخرى غنديرها هنايا بوحدها هنا. وغادي ندخلهم الفران، الفران اللي يكون ديجا سخون درجة الحرارة 180. فوالا، ندخلهم الفران اللي يكون ديجا سخون ونخليهم 21 دقيقة، ومن بعد يكون واجد ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا كيف ما قلت لكم من بعد ما استفتم بهذه الطريقه هذه بدلت تغيير ديال الديكور. صراحه كون كانت اللاطات كفي غيجيو مزيونين. فوالا، والاخرى درتها هنا
غندخلهم على الفرن اللي يكون ديجا سخون 180 درجه لمده 21 دقيقه ان شاء الله. صراحه النتيجه النهائيه رائعه، واحد البنه خطيره فيه صراحه. كنصحكم انكم تجربوه. سمحوا لي ما صورت لكمش لاطر كبيره، كان عندي شي شغل جيت لقيتهم يعني عيني ساليوهم ما صوروهاش، خلاو لي غير هذه صغيره حقي. المهم نتمنى ان الوصفه ديالي تكون عجباتكم وانكم تجربوها، انكم تقولوا لي بعدا في لي كومونتير واش كاين شي حداقه ولا والو. المهم بصحتكم وراحتكم، ونتمنى ما نكونش طولت عليكم ونكون خفيفه على قلبكم. ما تنسونيش ملي لايك ديالكم وكذلك من الكومنتر مشجعين ديالكم. إلى اللقاء.